من حوالي سنتين اشتغلت في مكان هو يعتبر مكان اسمه كويس في البلد، والشغل فيه منظم جدا، بس هي ظروف الشغل كانت صعبة شوية، بس ده كان المتاح، ده اللي كان موجود في دهب. عدد ساعات الشغل حوالي 12 ساعة، موظفين الريسبشن بيشتغلوا 10 ساعات بس. بنقوم بأكتر من دور، يعني مش وظيفة ريسبشن بس، بنقوم بوظائف تانية كتير: ريسبشن، ريزرفيشن، بابليك ريليشن، كاستمر سيرفيس، اتش ار احيانا، اوبريشن. كل الحاجات دي كنا اي موظف ريسبشن كان بيبقى موجود في المكان كان بيقوم بيها كلها. وفي ناس كمان بتبقى شايله سوشيال ميديا. بدات الحدوته تبان ان هي فيها مشكله كبيره بالنسبه لي ساعه لما اخذت كورونا، فقعدت حوالي 10 ايام في البيت. ال10 ايام دول كانوا غير مدفوعين، رغم ان هي التعليمات بتاعت وزاره السياحه ووزاره الصحه بتقول ان لازم ان المكان هو اللي يكون مسؤول عن الموظفين في الوقت ده، وان هو اللي قعدوا في البيت باجازه مدفوعه. من ضمن شروط الشغل ان هي كانت 4 ايام اجازه اسبوع، اجازه في الشهر بناخدهم على بعضهم، يعني بنحوشهم خلال كل شهر او كل شهرين ناخد 4 ايام او 8 ايام، مفيش حاجه اسمها اجازه اسبوعيه. اول ما رجعت من الشغل اكتشفت ان في حد من الاداره هناك عامل مشاكل كتير وعامل خناقات وبيحملني مسؤوليه حاجات حصلت اثناء اجازتي، فانا ما كانش ليا دخل في الحاجات دي خالص. فبدات يبقى في مشاكل كبيره ما بيننا، وبدا ان هو يتصيد لنا اخطاء، يا ريت يتصيد اخطاء، يصطنع لنا اخطاء. فانا يوميا بيروح مني حوالي 10-12 ساعه ما استفدتش منهم باي حاجه، ولا بستفاد منهم بشغل، ولا بقى عارفه احقق حاجه لنفسي، لان انا عندي ميعاد شغل لازم اروحه عشان في الاخر اعرف اخد مرتب، ويتش اللي هو مرتب بيدفع ايجار بيت. كل اللي بقوله لنفسي ان انا قاعده بتحمل حرارة الجو والمجهود والوقت والعمر اللي بيضيع على الفاضي ده كله ومش بحقق حاجة. أنا لو كنت شغالة في أي دولة تانية 12 ساعة زي ما أنا بشتغل هنا 12 ساعة على الأقل كنت هحقق فلوس، لكن أنا هنا ولا بحقق خبرة ولا بحقق فلوس ولا بحقق نجاح، وبتعملي داون جريد في الكارير الجديد اللي أنا بدأه من حوالي 6-7 سنين، بس ما كانش لسه فيه. تجربة من التجارب، وهي إسراء فيصل يعني، وهنشوفها بعد شوية هتقول لنا نقاط تانية كمان، لكن